نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات اللي شهدت بدء سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية التمريضية بالأقصر وتوريد نحو 610,988 طن قمح لشون وصوامع محافظة الشرقية. كمان تم افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة بتصل ل 8,595,000 جنيه بالبحيرة، وتم الكشف وتوفير العلاج ل 1,269 مواطن ضمن حياة كريمة ببني سويف، وأخبار تانية كتير من محافظات متعددة هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المهمة، أبرزها أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر أعلنت بدء سحب كراسات الشروط اليوم السبت من خلال ولي الأمر استعداداً لفتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية للعام الدراسي 2024-2025. وبتعمل معاهد الرعاية الفنية التمريضية بنظام الخمس سنوات من طلاب الشهادة الإعدادية للعام الحالي، وبيستمر سحب كراسات الشروط حتى الاكتفاء من الأعداد المطلوبة من كل معهد على حدة. محافظة الشرقية أكدت انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 610,988 طن، مع تنفيذ إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. محافظة البحيرة شهدت افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز المحمودية وكفر الدوار ووادي النطرون والدلنجات بتكلفة إجمالية 8,595,000 جنيه، وهي مسجد سلطان بقرية سيدي عقبة التابعة لدائرة مركز المحمودية، ومسجد القلعة بقرية الملقة بدائرة مركز كفر الدوار، ومسجد فجر الإسلام في قرية الحمرة بوادي النطرون، ومسجد جمعة الهنداوي في قرية المسيم بالدلنجات. مديرية الصحة بني سويف أكدت قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية جبل النور مركز ببا مكونة من 8 عيادات في 8 تخصصات: البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان والعظام، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1,269 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية أعلنت قطع المياه في بعض القرى بمركز السادات ضمن برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة وفقاً للخطة الدورية على مدار شهر يوليو الحالي. أشارت الشركة إلى أن موعد قطع المياه هيكون في تمام الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً ولمدة 4 ساعات، وبتشمل أماكن قطع المياه هويس والأخماس وكفر داوود والغربية ومنشأة النور. مطار مرسى علم الدولي بيستقبل بداية من اليوم السبت وعلى مدار الأسبوع 150 رحلة طيران دولية سياحية أغلبها من المطارات الأوروبية المختلفة، وبيتم تطبيق إجراءات الوصول الصحية والأمنية على الركاب فور وصولهم أرض المهبط، وبتصل رحلات الأسبوع من 13 دولة أغلبها أوروبية. مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ شهد حملات التوعية بأخطار وأضرار المخدرات لنشر رسالة الوعي بخطورة مشكلة المخدرات بين المترددين على مصيف بلطيم، وبتهدف الحملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات والتعريف بالخط الساخن 16023 اللي بيقدم خدمات العلاج في سرية تامة وبالمجان لجميع مرضى الإدمان.